هلا 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 ابو عبد العزيز. ارحب يا هلا 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 صحيح كيف الحال؟ يلا حي طيب مرحبا مرحبا هلا طيبين يلا حي هلا نواف نسمع وهنا نشوف كيف الحال؟ طيبين كيف صحيح طيب كيف حالكم يا شباب؟ عساكم طيبين الله يسعدكم ويبارك فيكم يا مرحبا يا مرحبا كيف احوالكم يا شباب؟ يا مرحبا ومسهلا جيناكم اليوم مساك طيب يا مرحبا ابو عبد العزيز هلا وسهلا ابرك السعاده هلا وسهلا يلا حي الله يرضى عليكم ويبارك فيكم وما تبارك المكان طبعا اليوم قلت اليوم لازم يصير فيه تغيير شوي وفي رفع معنوية الله يسلمك الشباب اللي بيشاركونا اليوم من اولها لين اخرها ألف نقطة مين؟ يبغونك الكنترول فنبغى نعطي اليوم يا أبو شايع الشباب بحضورهم شيء يرفع المعنوية كذا فاللي يحضر معنا حلقتنا من أولها لين آخرها 100 نقطة للجميع إن المرة اللي فاتت عطينا 100 مسابقة 3 أشخاص المرة هذه للي حضر معنا بإذن الله 100 يا كنترول سجل يستاهلوا كل الشباب ها قوموا طيب حياهم الله ابرك الساعات بسم الله عليك سياره مكشيل يا ولد هذه ما عليك 100 نقطه كيف لو 1000 يلا حيهم يلا حيهم كيف حالكم يا شباب اخباركم طيبين الله يحييكم اجرين رجال يسعدك كيف الحال طيبين طيب الله يعافيك مرحبا ومسهلا والله مبروك الساعات جيتكم سلم الله يرضى عليكم الله يبارك فيكم نسلم عليكم نقول السلام عليكم مرة ثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نحمده سبحانه وتعالى الأمر الذي لا يبدأ بالحمد فهو أقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنحمده ونصلي على رسوله الكريم في جلستنا هذه اليوم جبنا لكم معنا أبو شايع وجبنا أستاذ محمد الراشدي المدرب نأخذ منهم بعض الخواطر الطيبة وبعض العلوم الله يرحم والديكم الله يرحم والديكم الغانمة وكذلك نأخذ ونعطي معكم في هذا المجلس في هذا المجلس المبارك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقيل لهم في آخر المجلس أن قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فنبغى تبادل الحديث ما بين آية وحديث ما بين حكمة ما بين فائدة ما بين سوالف ما بين أخبار ما بين ها هذه كلها نبغى نطرحها في هذا المجلس وأخباركم يا شباب وعلومكم في اليوميين اللي زلت كيف أخباركم شوف مسابقة طرحة الحوار كيف يا أبو رشيد مو موجود ولا كان من اللي أخذ الأول من اللي أنا طرحته 5 ثواني وطرحته ما شاء الله ما شاء الله عليكم الأول أنت يعني يبدأ إيه ما بيك كافو أنا الثاني ها أنا الثاني هنا طرح الحين لا والله ترى انت تمزح ترى الكنترول يعلمني ترى عبد العزيز ما مثل واحد هنا طرح هذا الصياحد وطرحه هنا ها ورقد عطى لي قلنا انا قلت اليوم يومك يا ابو هادي اطلعها ايمن له تاريخ عاد هو له تاريخ وله بصمها طلعها طاهر ما شاركت اجل لا هو كراج لا اله الا الله سدنا احنا سدنا غبت منه غبت منه ابو هادي كفو والله الله يسعدكم يبارك فيكم احنا تو قلنا يا ابو روان تواجدك معنا مع الشباب في مجلسنا المبارك عرفنا بك تو يا ابو الله يسعدك وانا ما ادري ها تكلمت عليه عشان المايك عشان المايك طيب وعلمنا الشباب اللي يحضر معنا اليوم ل 100 درجه يستاهل يا سلام تفضل يا ابو روان مخلد الغامض يا هلا وسهلا بالشباب مرحبا ومسهلا متشرف اني موجود معكم شرف لنا وحقيقه صراحه ناس مبدعين انا من متابعينكم والوالد الان موجود كمان يتابعكم كل شوي هو يتواصل معي يا سلام الله يطول عمره عمره الله يحفظك بس حاب اتكلم في جزئيات بسيطه تفضل الانسان مكون من 3 اجزاء يا سلام الجزء الاول اللي هو الجسم اللي هو بادي لانجويج لغه الجسد جسمك القسم الثاني مكون من 3 اقسام اللي هو اللسان والعقل والقلب اللسان والعقل والقلب
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم. القسم الثالث اللي هو الروح. القسم الثالث اللي هو الروح. أرح. الحب. طيب. طيب. طيب كل قسم من هذه الأقسام يا هلا وسهلا هلا هلا مسعود يلا حيه. كل قسم من هذه الأقسام له لذة. الجسم دوما لذته في ماذا؟ هذا هنا سلمت. شو يا جماعة الخير، أنا إنسان بصري، تعرفون التواصل البصري، اللي عنده التواصل البصري هذا يتعب من كثرة الحركة، عنده مشكلة يعني. أي لكن أصحاب لكن أصحاب التواصل السمعي ما عنده مشكلة. هل عمان عندنا اليوم ولا شيء؟ طيب ولا وش حلوة علمانية ولا؟ لا هذه طول عمره زد 150. الله يعني 150 نقطة تكون زين. تمام هذا الشعاثة أسلم. طيب الثلاثة الأجزاء في الإنسان كل جزء له لذة، ولذة الجسم يا جماعة الخير في الأخذ، لذة الجسم في الأكل، لذة الجسم أن يستجلب أي شيء. طيب لذة العقل في التفكير، لذة القلب في التمييز، لذة اللسان في حلو الكلام. ننتقل إلى الجزء الثالث من الجسم، من كيان، من هذا الكيان اللي هو الروح. ولذة الروح يا جماعة الخير مقرونة بالعطاء. إيش العطاء؟ عطاء العبادات، عطاء الطاعات، عطاء كل شيء. وقرن أفضل عطاء وأعظم عطاء للروح هو الإنفاق، ولذلك الإنفاق مقرون مع كل العبادات، مقرون مع التوحيد، مقرون مع الصلاة، مقرون مع كل عبادة من عبادات. لماذا يا شباب؟ سؤال لماذا العطاء، لذة العطاء مقرونة مع كل العبادات؟ كل عبادة ذكرت مستقلة، إلا العطاء مقرون مع كل العبادات. ليش؟ اللي هو الإنفاق. لماذا مقرون مع كل العبادات؟ سؤال عليه أشهم العطاء النقاط نجاوب. سؤال يا شباب عليه نقاط يبون نقاط الشباب نقاط بنجاوب طماعين ها اسمع طيب 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 خلنا نواف اذا جاوبت لك نقطه يا اسمع انت لا لا مو له نقاط يا جماعه الخير ليش نكون ماديين اكثر ممكن اجابتك هذه حلو 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 من خلف الشاشه ابو روان خلنا هذا انفاق اللي تقول اي انت تعطي نقاط يعتبر هذا اخذ يعتبر عطاء وانت عندك الاخذ يا سلام طيب اذا لذة العطاء العطاء والإنفاق مقرون مع كل العبادات لماذا؟ جاوب لأنه شيء حسن لأنه شيء حسن حتى العبادة شيء حسن الصلاة شيء حسن مش لي جابت تكافأ على العبادة تكافأ على العبادة غير لأن أي عبادة نقوم فيها إحنا نعطي أنفسنا ننفق على أنفسنا لله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى حتى الصلاة لما تصلي يكون لله لكن الإنفاق مقرون بالصلاة وأقيم الصلاة. ايوه لان اي عباده اسويها او اي فعل اسويه اي انا اقول لك اي عباده من عبادات من العبادات غالبا تقرن معها عباده الانفاق صدقه زكاه اي شيء فيه عطاء تفضل يعني مثلا فيه آية السلام انفق يا ابن ادم ينفق عليك يعني الله يعطيك اذا انفق نعم. هي مقرونه بالعطاء مقرونه بالعطاء بس لماذا العطاء هذا يا جماعه الخير مميز في كل العبادات حتى أن الميت إذا مات يتمنى في الرجوع أنه ينفق وما قال أصلي لم يذكر الصلاة وإنما فأصدق لما أرجع للحياة أتمنى أن أرجع للحياة عشان أتصدق ليش؟ لأن فيها سعادة للناس لأن فيها سعادة للناس أحسنت لأن العبادة لأن الإنفاق يا جماعة الخير إنفاق متعدي ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أحب الأعمال إلى الله أنفعهم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ففي قوله تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيمهم الأعراف في قوله تعالى فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب باطنه فيه الرحمة اللي هي الجنة ظاهره العذاب اللي هو النار فيه ناس موجودين على هذا السور يسمون أهل الأعراف
هؤلاء هم الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم. يتمنى هذا الشخص يوم القيامة أنه يكون أنه يرجع للدنيا ويقدم لو حالة لو حدا بس. يا سلام يا سلام. فلما نتذكر الوقف اللي موجود الآن أهل الأعراف لما يكون في الجنة يتمنى كل واحد منهم أنه بدل في أي وجه من وجوه الخير. هل لو حدا قد تشيل هذا الإنسان من الأعراف إلى تدخل إلى الجنة. طيب الآن هذه هللة بسيطة، هل أحتقر هذه الهللة؟ لا ما أحتقرها. لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قوم مجتابي النمار بطونهم مربوطة من شدة الجوع، أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة فاجتمعوا في المسجد، فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم التصدق، فتكون للنبي صلى الله عليه وسلم كوم من طعام وكوم من ملابس، فحتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى قوم مساكين ما عندهم شيء، فقراء، أتوا بتمرات بسيطة يتصدقوا فيها، فالمنافقين بدأوا يلمزونهم، يقول الله تعالى والذين يلمزون المتطوعين من يعني ما عندهم إلا هذا الشيء، ما يتصدق إلا بهذه التمرة. قال الله تعالى والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. كون أنك تنفق هذا الشيء البسيط الآن، أنت عندك الوقف هذا، لا تقول لازم أدفع 300 ريال في الوقف، الأرقام موجودة صح حق الحسابات الوقف إن شاء الله عرض لا تقول أني لازم أنفق 300 ريال سهم الموجود المتيسر لديك. أتخيل لو كل إنسان مثلا أنفق هللة هللتين ثلاث ريال نص ريال الموجود في حسابك الفائض في حسابك لا تقدر تشتري فيه شيء أتصدق فيه. والثلاثمية أساسا سهلة، الثلاثمية سهلة، بس أنا أقول بعض الناس مثلا استصعب هذا الشيء. لا تستصعب أي أمر، وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ناس تصدقوا بأكوام كبيرة وناس تصدقوا بتمرات، فقال الله والذين يلمزون، بدأ يستهزئ فيهم المنافقين، ما حصل للتمرات البسيطة هذه اللي ما تكفي الأحد، قال والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. لذلك يا جماعة الخير لا تحتقر من المعروف شيء أبدا، أنفق ولو بشيء يسير. ما حس أثر بالكلام؟ يا سلام أتكلم ها؟ والصدقة تخفي غضب الرب، وطبعا قصص كثيرة وأحاديث كثيرة مستقبلا إن شاء الله نتكلم فيها بإذن الله. يا سلام يا سلام، الله يجزاك خير، حيا الله أبو شايع. الله يبقيك. يا هلا يا هلا وسهلا. في واحد نشمه أبو شايع بعد؟ لا ما في إلا أنت يا أبو شايع، لكن أنا أبيك تعطينا مشاعرك. من أول كنت متسابق واليوم أصبحت ما شاء الله قامة إعلامية. جالك تسلم. عليكم زود. ما عليكم زود. أول شيء الله يمسيكم بالخير. خيانة متسابقين، أنتم خيانة في كل علم طيب، جعلكم سلوك. والجمهور اللي خلف الشاشات الله يعطيهم العافية، هم الشركاء في النجاح. وعلى أخواني أبو عبد العزيز وضيفنا الكريم أبو روان الله يعطيه العافية، وعلى مدير قناة الواقع وعلى مالك القناة الله يعطيهم العافية. والله ما بشيء جديد، لكن أنتم محظوظي الدال على الخير كفاعل، وأنتم إن شاء الله أنكم على ما قال جيتوا هنا يوم مثلتوا أنفسكم مثلتوا أهلكم وربعكم خير تمثيل، والله وفقنا وياكم. خلفكم جمهور عظيم صراحة، أنتم مشغلين التواصل الاجتماعي كلكم، والله العظيم من يوم مقاطعكم أنها برا ما شاء الله تبارك الله، بتظهرون وبتشوفون الشيء ده، والله يوفقنا وياكم. والجمهور والله العظيم منها علق بجوه، سلم على فلان سلم على فلان، صور مع فلان سلم على فلان، وهذا من محبة والله يجعلنا وياكم المحبوبين. أما الشيء اللي تقومون به والإرسال اللي أنتم تقدمونها أجر عند ربي، ودلوا الناس على العلم الطيب في الأوقاف يعني للأيتام، واليتيم على ما قال منكسر إلا من حد يفزع له ولا من حد يدعي له ولا من حد. الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أنك لو تمسح بس على شعر اليتيم هذه عظيمة، تمسح فما بالك لو تكفله في كل شعرة حسنة. نعم، فلو على ما قال تكفله إيش بتسوي؟ الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، اللهم لك الحمد. والناس فيهم خير، حنا ذا الحين لو طلعنا على سبيل المثال مثال أنا إن شاء الله مطول عليكم، لكني بجيبها عجلة عرفت عشان اللي عندها عاد. حنا بنسألكم سؤال
للحين وعليه ان شاء الله ابو عبد العزيز يعطينا يجعلها يا سلام يرخينا وتعلنا حتى يجيكم يا سلام. انتم خلكم جاهزين للشوارع مال الشح بيد عبيد والربع كلكم. طبعا جعلها يا سلام عبد الله كان معنا متسابق من اول وكلكم والله غالين اخوان. شاهدوا الكلام اخو محمد شنو بغيت اقول؟ عندك عندك سالفه قصه شيء لا يا طويل العمر والسلامة عادي عادي للحين لو بلا طلع انت قهوه كم حمل ادفع؟ صدق صدق قاعد حنين الربع ذول اللي هنيه لا اللي هنا يمكن ندفع نسحب قرض يا سلام يا سلام يا سلام ندفع حتى لو ثلاثة اثنين القهاوي الحين حلا وقهوه 350 يا سلام يا سلام يا سلام صح ولا لا؟ من غير العشاء من غير البنزين من غير الحضرة والشنده وانتم خابري. فايش رايكم يطول عمر السلامة تبي شيء توضعه مرته وحده تصدق به مرته وحده ويبقى لك يطول عمر السلامة لين تلقى حتى وانت ميت بعد يستمر لك 300 ريال الى قيام الساعة الى قيام الساعة عنك وعن نفسك يا سلام 300 ريال عنك وعن نفسك. انا الحين قدرتكم كلكم واكيد ان فيه منه يقدركم وفيه منه يحبكم صحيح. وكل ابونا في حرص صدقه وفي رجل صدقه يا فلان بتصدق على نيتك اكتب الله على نيتك وتصدقت ب 300 ريال وبقت لك اجر وجمي في الدنيا وعلى ما قال الله يجمعنا وياك هو شيك في الدنيا والاخره يا سلام. فانا بسالكم السؤال وعلى ما قال ابو عبد العزيز اللي بيختار عشان ما يقول اني اخترت انا احد ابو عبد العزيز اللي بيختار سب السؤال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكافر اليتيم ما هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل او لمن على ما قال يكفي اليتيم السفير ما اخذها من اول اطول يد روح له روح لا تكسر يده روح يا عندك ابو عبد العزيز يلا يا علي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة خطأ. يا سلام ليه خطأ في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى يا سلام أبو عبد العزيز إجابته نعم في رواية نعم إيش اللي جابه صحيح؟ إيه نعم يصرف للرجالة ها؟ يصرف للرجالة عجيب خلاص هاي كنترول العالية الإبدال يستاهل يضيعون ترى بدوني ها يضيعون بدون يستاهل سفير ابيض وجهه الله يجزا الله يجزا وانت تباركت عليه يا ابو شايع جعلك تاسر انا والله اني حطيت سؤال كل ابونا نعرف الحديث وكل ابونا نتعلم اخبر فيه قصه عندك ابو شايع الواحد كفل ايتام اي نعم هذا طال عمار رجال عليها اعطوه يستاهل عندها اربعه اخوان اصغر منه يا سلام ومعه اخوان هو الاخوان ضل ايتام هم على من ثاني هو ذا واخوانه سته الرجال الكبار سته واخوانهم الصغار اربعه ايش اللي حصل؟ توفى شايبهم يوم توفى شايبهم ما عاد بقى العين الا عند اخوانه يبزونهم ويصرفون عليهم ومن ذا الكلام قام اخوهم الكبير وكفل اخوانه الصغار والربع ذلاك كلنا نشغل بامور الدنيا الله لا يشغلنا وياكم الا في الطاعه يعني شافوا الرجال شافوا اخوان اخوهم الكبير سد عنهم قالوا سلمنا وخل الحين نعيش حين يلا يلا نعيش راحت الدنيا اخوانه الصغار ضر اللي مكفل اخوانهم الامراض دابت فيهم الامور الماده تبلبلة والرجال ذا اللي كفل اخوانه والله يا ريقي ان توعيني وانا اشوفهم اعرفهم والله العظيم ان الخير واجد وان يطول عمر السلامة العوال في احسن الوظائف عواله رزقهم الله وانه يطول عمر السلامة المركب من اطلق المراكب الجديدة والضيافات من الضيافات اللي انتم خابرين على الكلام فسبحان الله مد له ربي في الدنيا رزق وفي الاخرة ان شاء الله اجر عظيم فما بالك يعني تو عينك احنا نشوف ذا الشيء يعني كذا اخوانه اخوانه اللي اصغر منه المفروض انهم هم يعني يكونون في الاصابة بالامراض الضراء يعني يكون رجال اكبر منهم وطيب وظهر عادة فيهم الأمراض من جاء وصدقه تطفي غضب الرب وصدقه على ما قال المؤمن في ظل صدقته وما بالك يعني تكفل لك يتيم ما تعرفه هذا كافل إنه يتام أخوان الله
شوف كيف الاجر اللي تو اللي تو عيوننا احنا، فما بالك ناس يطلع عمر السلامه ما تعرفهم والله لا تدري منهم الا انهم ايتام الله اكبر، فقد ابوه ولا فقد على ما قال حدا شيبانه يا سلام وانت تبنيته انت سمعت، فبشرك وبشر يطلع عمر السلامه راعي العلم الطيب ذا بالاجر والجميل. ف احنا نوصي انفسنا ونوصيكم ونوصي اللي خلف الشاشات 300 ريال والله العظيم انك تروح تدفعها في طلعه اسمها اكبر منها 300 ريال لا تشري مع مهب الريح انت سمعت، وضعها او تصدق بها، احنا نقول وضعها يعني بلهجتنا تصدق بها طال عمرك في وقف الايتام اللي طالع على الشاشه وانت محلك، تعرف اعطى تطبيق الراجحي 300 ريال عنك او عن نفسك او عن احد المتسابقين، احنا بنقرا من الهاشتاج التبرعات عند ابو عبد العزيز. يا سلام يا سلام الله يجزاك خير وياكم جميعا. طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقه لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، يعني عندما الانسان يتصدق ويتصدق ل يعني وقف عظيم، وقف يخدم خير الفئات من الناس هم الايتام، وليش صاروا خير؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يكفل اليتيم انا وهو كهاتين في الجنه، والوقف هذا مكانه في خير بقاع الارض عند يعني في بيت في الحرم المكي، ونعم فجمعيه رؤوم صراحه التي تكفل الايتام قدموا الخدمات الفائقه لهم حتى دعمهم الملك حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وكذلك دعمهم ولي عهد محمد بن سلمان عدة مرات لما يقدمون لليتيم من خدمات من تعليم من تدريس من تثقيف من أكل مشرب ملبس مسكن، جميع هذه الخدمات تقدمها رعاية صحية تأمين طبي تقوية في الدراسة ترفيه، يعني أشياء كثيرة صراحة تقدمها جمعية رؤوم يعني تذكر فتشكر، ولنا صراحة شرف أن نتكلم عن هذه الجمعية لما تقدمها لليتيم من خدمات عظيمة، وكذلك خادم اليتيم لما نسألهم في خدمتهم لليتيم يقول والله العظيم أن حياتنا كلها بركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة، هذه حصلت لنا في أحد البرامج كان حضر معنا الرجل يقول والله يا أخوه في العناية المركزة جاي حادث تقريبا جالس 3 شهور، يقول 3 شهور في العناية، يقول لما سمعت عن الوقف وحاولت أشارك في الوقف يقول رحت للصرافة يقول دفعت مبلغ تقريبا 10,000 ريال، يقول عن أخوي لعل الله أن الله يشفيه، يقول والله ما طلعت من الصرافة ما عديت من الصرافة إلا جايني اتصال من أختي عند أخوي تبشرني تقول ترى أخوي تكلم، يعني احنا نتعامل مع كريم سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وعندنا شخص يعني كذلك جانا هنا قال والله مرة من المرات أني أنا في ضيقة مالية ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، هذه القصص نريدها والله حق وليس للتجربة مع الله بل باليقين أن الذي يتصدق أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا الرجل يقول أنا عندي عمار وأنا ما معي دراهم وجاتني امرأة أعطيتها يقول 300 ريال ولا في حساب يقول له 700 ريال، يقول لما أعطيتها 300 ريال وسبحان الله يقول اليوم الثاني جايتني 300,000 ريال 300 ريال يقول تصدقت بها ولا معي بقل 400 ريال وأنا عندي عمار، يقول إلا جاني واحد من أعز الناس لي من أخوياي يسلم علي وش أخبارك وش وصلت في العمار، قال والله تونا وأسأل الله يرزقنا إن شاء الله، يقول سبحان الله ويقول هذه عانية أبو فلان 300,000 ريال، يقول سبحان الله تذكرت أني أمس متصدق ب300 ريال وجاء عنها عوض ب300,000 ريال، نتعامل مع الكريم سبحانه وتعالى. الآن وش يوقفنا؟ هذه الجمعية مسجلة، هذه الجمعية مسجلة ومرخصة ودعمها سيدي خادم الحرمين الشريفين ودعمها ولي عهده عدة مرات، فالآن حتى نفرح نحن واليتيم والذي يتكلم والذي حضر والذي نشر والذي يحمل هذا الهم بإذن الله مشارك معنا في الأجر، فالآن عندك تطبيق الراجحي تفتحه والأرقام موجودة على الشاشة وتتبرع بما كتب الله لك لهذه الجمعية حتى نفرح بإذن الله، وأنتم يا جمهورنا الوفي بإذن الله
يعني من الشيء الجميل أن نتكاتف. والله قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فودنا نفرح وانتم قدها بإذن الله. فالله الله الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، فكلنا يتمنى أن يكون يوم القيامة في ظل صدقته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلموا شماله ما تنفق يمينه. الآن التطبيق عندك، ارسل تبرعك للوقف اليتيم بمكة وارسل لنا على الهاشتاج وارسل نقرأ هذا التصدق لعله يكون محفز ودافع لمن يسمع ولمن يرانا في هذه الحلقة المباركة. أبو روان تو أعطيتنا موضوع جميل، أن الذي يبذل عمل متعدي عندما يكون العمل متعدي يكون له الأجر أكثر، فلما يرجع الإنسان للدنيا يقول فأصدق وأكن من الصالحين. في حاجة يا سلام، الله سبحانه وتعالى هو اللي يمتلك خزائن السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى يعني يستطيع بأمر كن أنه يغني كل البشر، لكن لماذا نحن كبشر نخدم البشر؟ لماذا نحن البشر نتصدق على البشر؟ يا سلام. مع أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الخزائن سبحانه، في قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة اللي هي مريم لما أجاءها المخاض قال الله تعالى فهزي وهزي إليك بجذع النخلة. السؤال، جذع النخلة شيء كبير، والمرأة هذه في حالة مخاض، هل تستطيع أنها تهز؟ لا أبدا، أصلا الشخص الكبير صاحب العضلات ما يقدر يهز النخلة، لكن هو سبب. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعلنا أسباب لإغاثة من يحتاج من الأيتام، فكل منا يأخذ الأجر من الآخر. ولذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم آيتين سبحان الله ورا بعض، شيء عجب، في قصة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم نظرته بشرية فقال من آمن بالله واليوم الآخر، يعني المؤمنين هم اللي يحصلوا على ملذات الدنيا من أكل وشرب وغذاء. قال الله تعالى، شوف النظرة الإلهية، قال ومن كفر، حتى الكافر راح يتمتع بملاذ الدنيا. ليش؟ لأن الإنسان وجوده على الأرض هو عمارة الأرض، كوننا الإنسان يعمر الأرض معناته أني راح أخذ منك وتأخذ مني، فإذا أنا أخذت منك أنت تعطيني الصدقة والله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر. ولذلك هذا التكامل اللي موجود بين البشر، ولذلك لا تحتقر العطاء أبدا. من المواقف اللي صارت لي مرة من المرات، يعني اتقابلت في ايام الربيع عام 1436 اتقابلت مع صاحب لي، مو صاحبي يعني هو جاري بس ما اعرف الا بالشكل، يعني ما في المسجد بس نشوف بعض. فتقابلنا انا وياه في على طريق الساحل، وطريق الساحل كان ذيك الايام بساط اخضر، فتقابلنا في ميقات يلملم اللي هو ميقات اهل اليمن. لما شفته عاد عرفنا بعض بالاشكال، لنصلي في المسجد بس نعرف بعض بالأشكال. هلا يا جار، كيفك يا جار، شو الأخبار، طيبين؟ قال أنا رايح ناحية القنفذة ويقولون إن ما في سكن. قلت والله أنا جاي من هناك فعلا زحمة. خدت رقم جوالات، بدلنا أرقام الجوالات، اتصلت على صاحب لي قلت أسمع حاول تحصل لي أي غرفة الليلة أساس بيجيك واحد من طرفي. قال لي أبشر، أعطيني رقم حسابك، حولت عليه الفلوس. والله الشغلة بسيطة والمبلغ تافه جدا بسيط يعني. وصلت مكة، بعد فترة أقابله في المسجد، أقابل جاري، يا هلا كيفك يا جار، طيب، متشكر فيه. قلت الموضوع بسيط، أنا ما جريت ولا رحت ولا سويت شيء، مجرد يعني اتصال، يعني الإعانة يعني للناس سبحان الله. الحاصل بعد فترة أنا مريت بضائقة مالية أبغى مبلغ 10,000 ريال. كيف حصل على 10,000 ريال؟ صعب أنك تأخذ من هذا 2000 وهذا 1000، يطلع كم؟ كثيرين الناس اللي استلفت منهم. الصباح وأنا مداوم قلت اللهم فرجها بما شئت. الآن أوكلت الأمر بمين؟ إلى الله. إلى الله.
وصلت الدوام طبعا انا مشرف تدريب معلمين وهو كان معلم هذا جاري. الصبح يرسل رساله قال اسمع انا جايك البرنامج. قلت الله يحييك. حضر معي جزء من البرنامج الجزء الثاني في البريك جلسنا مع بعض بحكم اننا جيران نسولف وجلس معي في المكتب فكنا نتكلم وجاء موضوع المبالغ الماليه والضوائق الماليه. قال لي كم تحتاج؟ تكفيك 10,000؟ قلت له 15. أطقطق والله العظيم إني أطقطق عليه وأمزح معه أقسم بالله ما قصدي شيء لأني ما خطر في بالي إني أكلم عن الموضوع. قال أنا أنتظر اليوم اللي أرد فيه هذا الجميل. سبحان الله. شوية طلع من جيبه قال هذه 5,000 والظهر نتقابل أعطيك المبلغ بقية المبلغ. وفعلا تقابلنا الظهر أعطاني 15,000 رجعت له على شهرين. قال لي أنا أنتظر اليوم اللي أرد فيه هذا الجميل. هو بشر. يا سلام. أنا بشر وهو بشر نرد جميل لبعض. طيب أنا لما أتصدق بشيء بسيط شوفوا عند الله سبحانه وتعالى يكون عظيم. نعم. هو رأى يعني أنا هو ما كافأني بذاك المبلغ الكبير لكن هو يقول إن رأيت الشيء اللي أنت سويته لي شيء كبير شيء عظيم. فسبحان الله الله سبحانه وتعالى يعطي المنفق يعطي المنفق. شوفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أيقنا بهذا الحديث إيقان تام ما نقص ماله من صدقة خلاص هذا محك للمؤمن فعلا. لما يكون فلوس في جيبك تطلعها معناته ما حتنقص. ليه؟ لأنها معجزة إلهية وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مصداق الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. الآن أنت في محك. هل أنت مؤمن إيمان حق ولا تبتجرب؟ لا نحن ما نجرب. نحن قال النبي صلى الله عليه وسلم معناته حق اللي يقولها الرسول فليغمسه ثم ليه. لو وقع الذباب ترميه ولا ما ترميه؟ الآن أنت في محك وهذا المحك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. في جيبك فلوس تشتري بها شاورما ولا تعطيها هذا المسكين؟ الآن أنت في المحك وأنت جالس تراجع حساباتك في التطبيق الراجحي أو أي تطبيق من التطبيقات في البنوك وين في هللات أشتري بها أطلب من أي موقع أطلب أكل ولا تصدق فيها؟ الآن أنت إيش؟ لما تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة لا تجزم جزم وتوقن أن الله سوف يعطيك العوض. السؤال هل العوض حيكون لحظي؟ لازم يكون لحظي؟ لازم أني أنتظر لحظي؟ لا مو صحيح. مو شرط أني أنتظر العوض يكون لحظي. قد يكون العوض مدخر لي يوم القيامة ولذلك تمنون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذين أبتلهم الله سبحانه وتعالى يتمنون أن لو قرضوا بالمقاريض. ليه؟ لأن لما يرأوه من أجر. ف يعني أحث نفسي أولا وأخواني اللي موجودين والناس اللي أمام الشاشات أنهم لا يدخروا شيئا. الوقف هذا حقيقة أنا ما مو عشان الوقف هذا نفسه لكن أنا والله العظيم يعني وجدت أوقاف كثير لكن هذا الوقف أنا أعرف الرجل شخصيا وجلست معه وجدت أنه قال كلام جميل. أول شيء في حفظ كرامة لليتيم. نعم. زي وزي غيره تودع الفلوس في حساب هذا اليتيم يروح يشتري أغراض سواء أغراض مدرسية أغراض صحية أدوات مكتبية أي شيء. هو الآن جاء كسوة الشتاء يعني في أشياء كثيرة فيها حفظ الكرامة هذا اليتيم. فلا نبخل. أنتم الآن الموجودين أكيد 100% كل شخص له معجبين وكل شخص عنده فريق دعم. كل واحد منكم يعني يهيب بفريق الدعم إنه إذا ما هو يتصدق يجعل أو ينشر الرسائل من أجل هذه الصدقة. يا سلام يا سلام عليك. أعتذر عن اللي طال ما شاء الله. لا ما شاء الله. طبعا أنت جلست مع المدير التنفيذي وسمعت الخدمات التي تقدم يعني للجمعية صراحة يعني والتقارير اللي نزلت عن الجمعية والله حمسني إني أزورها حتى أنا لازم أزورها. أنت كنت ظاهر مشرف لأحد الجمعيات. أنا كنت مشرف جمعيات. شوفوا أنا شفت الجمعية وخدماتها كيف. أنا مسكت جمعيات كثير وإدارة مراكز كثير وأشياء كثيرة لكن والله 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 لو أني أنا ماسك الجمعية لازلت ما أتصدق إلا هذه الجمعية حقيقة شغل كان هنا موجود. طبعا ليش أشير لأنه كان موجود هنا وكنت أنا هناك جالس وأسأله على القول هناك السفير هنا إيه؟ سفير الوقف الحين هناك. أنا ناقشته كثير ليش بحكم أني كنت لأن متخصص وأعرف الأعمال الخيرية هذه. والله العظيم يا شغلهم أقسم بالله العظيم شيء شيء أنا متحمس أني أتصدق معهم يعني الواحد ما يبغى يتكلم لكن حقيقة
يعني اليتيم صراحة كان يعني يقدم له شيء كبير، إضافة إلى أنه ذكر أن فيه تاجر تبرع بمبلغ كبير أن ذبيحة تقسم يوميا بين أسرتين. نعم على مدار السنة. على مدار السنة تخيل كل يوم ذبيحة. يعني ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مالي من صدقة، ولما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء من الصحابة ذهب أهل الدثور بالأجور، اللي عندهم فلوس ذهبوا بالأجور. يا سلام. طيب أنا ما عندي ذكر، قالوا طيب سبقونا على الذكر، قال ذلك فضل الله. عندنا شيء نحن أيضا اللي هو الدال، الدلالة والنية، الدلالة على الخير، الدلالة على الخير. مجرد أنك تدل على الخير شيء ما تقدر تتصدق، ما عندك فلوس فقط دل على الخير، لأنك حتق فهما في الأجر سواء، مشتركين في الأجر. يوم القيامة تأتي أنت بحسناتك الجبال وأنت متكي، مجرد مقاطع تنشرها للناس. يا سلام يا سلام، شكرا لكم. الله يسعدك. كذلك يعني من فضائل الصدقة عندما الإنسان يبذل هذا المال الغالي على نفسه، ها بإذن الله يقي شح نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بالإنفاق طبعا الصحابة وصلوا إلى درجات الإيثار، يعني مبلغ نتمنى أن نصل له في الإكرام والصدقة والتبرع، لكنهم وصلوا إلى الإيثار على النفس وعلى الولد وعلى، إذا كان قول الله سبحانه وتعالى لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أحب إلي من مالي بيرحاء، فاجعلها يا رسول الله حيث أمرك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة وهي أفضل ماله. حنا الآن نفتح التطبيق وننفق لله سبحانه وتعالى، إحنا المحتاجين، ترى اليتيم غير محتاج، أنت المحتاج لهذه الصدقة يوم القيامة. حي الله أبو شايع. الله يبيك. طول الشباب كذا كأنه شوية شوية بعد أبو شايع. أنا أبغى ودنا كذا نسمع صوت، إن كان عطانا أبو شايع صوت للشباب عشان يتنعوشون كذا على خشبي عليه الشحم. الله الله. يا سلام يا سلام. من بغانا يعالش الدهر فيقاله لا يقصر بمجوبي ومجوبه، والشجاعة رجوله والردى ذله، ولا تحنى الحصان إلا من الكوبة. يا رفيقان يا حد السيف ويسلى، كل مقفى رفق حش عرقوبة. من بغاني على شدة رفق الله لا يقصر بمجوبي ومجوبة، والشجاعة رجوله والردى ذلة، ولا تحنى الحصان إلا من الكوبة. قزم يا مولاي. سلام سلام. بخلي لكم ختامية حلوة إن شاء الله. كنت أبي أتكلم أبو عبد الحسين حفظته وجهزته. أسلم أسلم أسلم. أبو روان كنت تقول حاجة؟ يقول إيش رأيك نشطهم دقيقتين بس؟ طيب توازن؟ طيب في لعبة العصا؟ لعبة التوازن؟ العصا؟ ها؟ العصا؟ لا لا اليوم؟ لا لا الحين خلاص خل خل خلهم راكدين. إيش تقول أبو شايع؟ كنت مجهز لي حفظ لي حديث هنا. يا سلام. الرسول صلى الله عليه وسلم الله يقول أنا عشان أقرأ عشان ما أضيع بالحديث، يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخلها تدخل على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دين أو تطرد عنه جوع. فالحديث كثيرة. يا سلام. صلى الله عليه وسلم. وليث يصب في ذا الموضوع في الجود والكرم لابن جدلة، يقول ليتني مثل النخل ما يجيب الا تم. انت سمعت بيت ليت يصب في الجود والكرم، ليتني مثل النخل ما يجيب الا تم، يقولها ابن جدلة رحمه الله عليه. يا سلام. فكل منا اكيد انه قد تصدق بحاجة بسيطة وجاء حاجة ما توقع، حتى هو في ذهول منها يقول يا ولد انا كيف جاتني ذي الحاجة. صح ولا لو نشارك لو نشارك لو نشارك تحداك تلقى ما تلقى أحد عنده موقف. أكيد مثل ما ذكر أبو روا الله يعطي العافية. كأنك ودك بأحد يعطينا موقف له أو قصة له قبل بعد ما يخلص عندك يتركي. أبغاك تعطوني موقف عاد شيء عاد أنا عندي موقف أنا بعطيك مياه لا تخلي بعدي. يلا طيب. يلا يمجي يوم وأنا أعطي عامل المسجد حاجة بسيطة
علينا هنا نظف. إذا تعرف أنت خابر المغاسل اللي قد هي نظيفة، حتى الواحد يدعي لها المسجد يدعي لها الحارق والله يجزاهم خير يا أخي، لقينا شيء نظيف فهب لها، هب لها يعني أعطي الله يعني. هذا الكلام بعيد على كانت أصعب حاجة عند الجمهور أيام من كتب الرام، كانت اللهجة عندي شوي صعبة. اللي بحلويك اللهجة الحلوة. الله يرحمه. خش من هذا. وصلت. شاهد الكلام يا طوال العمر، وأنا أعطي حاجة بسيطة وأروح منه. آه يدعي بلغته، مدري هو هندي ولا بنغالي، آه يدعي بلغته. المهم إني ظني إنه يقول يعطيك العافية يا والله يعطيك. المهم آه ظني إنه زين. شاهد الكلام ويام جاء الضحى. الضحى لا تعرف طريق الملك فهد زحمه ما تسمع الا صوت الفرام زحمات خرجنا وياك وانت من صوت الفرام لا والله انا هنا عائله كريم الله يستر علينا عليهم تسوق السياره مره يا اخوي تكفى يا اخوي تقول تكفى بشر بالسعد ايش بغيت ايش على خاطر قلت انا والله الكفر عندي كفر بالسياره وقت تساعدني اني اركبه ما عرفت واخوي مدري وين وابوي مدري وين انا من مشغولي كنت ابشري احنا اخوان وراني صادق تبشري والله بس عاد يطلع وجهك الله يطول عمرك بغيت افك الكفرات كلها واقوم يطول عمره السلامه تباشر للكفر والله على ما عصى يا رب وامنع المسامير ذي الموتر فخم مسجل بعض الفجعات اللي جات شيء يجمل ما بغلى الموتر ما شاء الله فخم يعني انت حتى لو نزلت عمرك كنت تفتح الموتر ذا يا اخي فخم فك مسامير طال عمرك قال لا لا احنا قد لحقنا من امور زمان العبريت قال قلب يا اخي انا خاف انه ينكسر قلت معليه جيب دعاء ما منكسر قلب يا طال عمرك سلام لك ولك عي المسمار الله يخرجنا منه اقول بقول بلا ننفك كما انفك يطلع مسامير ثم اركب المسمار واركب الكفرات يطلع عمرك الكفر ضع ولا ما ابي شيء كفرات الكفر الكفر لا لا كفر بعد وانا اركب الكفر بيجيك العب واقف مسامير ثم اركب الكفر ها فإذا الله وجهك يا ابو شعيب يا ام عيني بيني بين عمري انا خلاص تجمل ما احتاج انا تقول بيض الله وجهك انا بيني بين عمري قلت بيض الله وجهك على ذا الماقه يا سلام شوي لا والله قالت لا تروح يا اخوي ترى يطول عمرك عاد بك فرن ثاني لازم عاد بك فرن ثاني قالت لا والله غير هنالك ظرف ظرف تعرف ظرف النفعات لا قد عمل فيني اياه طيب عامل الظرف رقم اجنبي قالت هذه هديه والله لا يب حقك لكن هذه هديه وبيض الله وجهك انت وش انت؟ انا حطاني قالت نعم ما عليك جود انه فدا خشم وانا يطلع عمر السلامه اهب الظرف يطلع عمر السلامه في جيبي ما ابي افكه تو تعرف ما عييت عنه يا ابو خلاص ذكرتني والله وجهك يبلك صاد قال لي بقول مرة فهمت كلامك فهمتني انا عندي احساس قالت المهم طال عمرك انت عارف انت العلم الطيب يقولون الشيبان عندنا ما يكفح الفال طيب ما يرد الكريم الا اللي وانت رجع طال عمرك طريق من البلاد كانت ضربتني الشمس هنا لين قلت بس الله يغفر الذنب الا والله ناخذها الله يجعلها ناخذها اي بالله خالص واقوم اطلع من الشمس والله فيها بركتين ذيك ال1000 يا ريق 1000 1000 ريال بركه فيها بركتي ريقيل خليت اسبوع وعزمت حتى ناس من الربع خرج من طال عمرك في ديبان ديب كان مفتوح من اول قهويهم هذه قهوه يعني فولبشن ايه قهويهم طال عمر السلامه دو... يا ابو شاعر وين توظفت يا بشرك ابشرك الامور طيبه تكون جنزيت يقول لي اربعه اربعه الحرام انا ما عصى هذا الكلام في المقصد السالفه ذي الرجال ذاك اعطيته حاجه بسيطه والله العظيم انها مندا في نفس اليوم اعطيته صليت مع الفجر وشرحت ابغى طيب شلون تاخذ لي اغراض واعطيه اوراق الشمر سني اعطيها واحد من الرب وجاء مع ذا الخط وصار لي ذا الموقف شوف الدنيا اسباب والدنيا على ما قال مثل ما تشوف الله يكتب لنا وياكم الحفظ الطيب اللهم فاعطيته صدقته بسيطه فما بالك المؤمن في ظل صدقته صدقته تطيل في عمرك تكثر في مالك تبارك لك في عيالك تبارك لك في نفسك فعلى ما قال أصدقت لو نذكر الحديث يمكن تقول وش تذكر وش تخلي وأنت أعرف مني وأطلق مني هاو سلامتك طيب ها تركي عطنا عطنا سالفتك يا تركي والله أنت كنا نتقهوى كنت أتقهوى عند واحد من أخوياي يا سلام وجانا خوية أنا ما بيني وبين علاقة الرجال ذاك الثاني جانا بس معرف علينا يقول هذا خوي وهذا خوي
انا متقهوى نخلص واخذ الرجال على جنب استاذن مني قال بعد اذنك واخذ الموضوع وكلم الموضوع ورجع معزب حقنا. يوم رجع معزب وبعدها بكم يوم تقابل انا وياه قال بعلمك بشيء بعلمك بسالفه صارت لي. قلت وش هي؟ قال شفت الرجال اللي دخل علينا ذاك اليوم؟ قلت هي. قال الرجال كافل ابن اخيه عيال اخوه اثنين ايتام عيال اخوه كافلهم هو. يقول وجاء واخذ مني مبلغ تسلف منه. يقول والبارح تجي عندي عزيمه عزيمه عشاء. يقول جوني ضيوف وعزمتهم واثنولي والله ما معي ولا ريال. يقول بس انهم اثنولي. يقول قلت يا الله يا رب فرجها عليك يا رب العالمين. سبحان الله. يقول صلي ليش واطلع من المسجد؟ قام طلعت صلاه المغرب. يقول واطلع من المسجد صلاه المغرب. سبحان الله. يقول وتجيني رساله تم ايداع مبلغ قدر 73 الف ريال. 73 الف. يقول فمنين جت هذه؟ منين جت ال 73؟ ما يدري مصدرها من وين. عاد بعدين درى ان مصدرها من بدل هو عسكري. كان في بدل مقدمه قبل 10 او 11 سنه وكل سنه بسنتها كل سنه تقريبا 8000 ريال و 9000 ريال. السنه هذه من عام 1430 او 31 كل سنه بسنتها هذه 10 وهذه 10 تجمعت وقدموا عليها قبل رمضان ونزلت لها في شهر واحد او شهر اي جت في حلها. فشوف سبحان الله هو معطي مسلف خويه اللي كافل ابن اخيه عيال اخوه. يا اخي نفس كلامك هذا ايام المنصه تعرفون المنصه حقت المدارس فيه معلمه مو معلمه اداريه هذه الاداريه كانت كل ما جات اسره في بعض الاسر فقير وحالتهم حاله وما عندهم ما عندهم الاجهزه هذه على اساس الاولاد يدخل المنصه احيانا يشترك كثير من الاولاد في جهاز واحد. فجات اسره مكونه من ثلاث بنات وامهم تقول ما عندنا الا جهاز واحد ونبغاكم تسوون لنا شو اسمه اليوزر حق المنصه. فهذه الاداريه كل ما شافت اسره اتصلت على قالت اسمع روح اشتري لي على حسب العدد اشتري لي ثلاث ايبادات اشتري لي ثلاث طبعا مو ايبادات لا اجهزه ارخص منها ابو 200 ابو 300 ابو 400 اساس. وهذه ما تقدر ما تتحمل تشوف اسره كذا تحتاج. وذاك اليوم هي زميله زوجتي تكلم زوجتي قالت والله اني احتاج لي مبلغ لكن الله يفرجها. تقول هم يسولفون والله العظيم تجي رساله بايداع 40000. 40000 هذا مبلغ كانت هي تيدع في احدى البنوك وسبحان الله جاء فك الايداع في ذاك الوقت. سبحان الله لها كم سنه وهي تيدع من 500 ريال وسبحان الله الله فرج عليها. دوما سبحان الله الانسان اللي يفرج على المؤمن الله سبحانه وتعالى يفرج عليه. ومن ضمن القصص ان رجل بخيل بخيل جدا تاجر قديم وبخيل وكان هو تاجر اقمشه كان طاقه الاقمشه يحطها في مخزن. وزوجته كانت كريمه جدا كل ما جات جارتها تطلب شيء وهو يضرب زوجته. المهم جات جارتهم قالت تكفين ساعدينا احنا محتاجين. قالت والله زوجي مانعني. يوم جات تمشي قالت لحظه لحظه تعالي. وانها تروح تسحب حديده الطاقه. جات تسحب المره الاولى خرمت فيها، المره الثانيه خرمت فيها، الثالثه، اخر شيء سحبت الطاقه طاقه الاقمشه. فاعطته واعطتها ثلاث تمرات ومشيت. قالت ما عندي مشكله يصحى زوجي ما يصحى هذا بكيف يصحى يحصلها. في هذا الاثناء نام زوجها بالليل وراى رؤيا، راى ان القيامه قامت وراى ان الشمس دنت ولكن قطعه قماش جات ظللت عليه وكانت قطعه القماش هذه فيها ثلاث فتحات. فاتت التمرات وقفلت هذه الثلاث الفتحات. اليوم الثاني سأل زوجته انت سويتي شيء؟ قالت لا ما سويت شيء. قال قولي لي انت تصدقتي؟ قالت ايوه تصدقت بكذا وبثلاث تمرات. قال اسمعي المخزن عندك مفتوح على طول الخط. وهذا دوما سبحان الله الشيء اللي لله يكون خالص. مثل واحد كان يسوي حب يعني حط الحب في مخزن وسافر للحج قال لزوجته احفظي هذا لان في تاجر بيجي يشتري.
زوجته كريمة، هو كريم لكن هو راح الحج وقال بنبيعه. راح الحج شهرين، كان كل مرة يجون من الجيران يطلبونها فتعطيهم مكيال مكيالين. وصار في طريق من زحمة الناس كل يوم يجون وتعطيهم. بعدين قالوا لها في زواج ونبغاك تحضرين. حضرت الزواج وسوى فيها قصيدة، وبناء على هذه القصيدة قامت تصدقت بصاعين. لما رجع زوجها قال زوجته أعطيني المفاتيح، في التاجر بيجي يشتري، خليني أكيل الحب. قام يكيل الحب وهي خايفة، قالت بشر عسى هو ناقص. قال لا والله مو ناقص، ما في ناقص إلا مكيالين، لكن يمكن مع الضمور والفترة يضمر ينقص طبيعي هذا. فتذكرت أن المكيالين اللي ما كانت لله كانت في الزواج، أنها ما كانت لله كانت للمدح، لما مدحوها أعطت مقابل هذا المدح. أما بقية المكاييل اللي كانت لله، وهذا فعلا مصداق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال من صدقة. الله أكبر. فالله يعطيكم العافية، سامحونا يعني وإياكم إن شاء الله. ما نقص. أسلم تفضل. هذا بهشاي بن دق على ضيفان قالوا بنجيك تغدى عندك، قال الله يحييكم. راح الرجال وشرى ذاك الطلي وموجه صوب المصلخ، دور المصلخ لقاه مقفل، لقى زواج الجيرانة مدري جماعة له، ولقاهم يذبحون يصلخون. قال تدري، فأخذ الطلي ذا يذبحون عندهم. ساعة أقبل على الزواج، أرحب أرحب الله يحييك، بيض الله وجهك، والله لا يهينك، والله ما ودنا نكلف عليك. والرجال ما معه إلا ذا الطلي وعنده ضيفان يحسبونه عانية. إيش سو؟ والله اعذرونا على قلة وتستاهلون كل خير ومدري إيش. عطر جديد وسلم عليهم نشر وعود. يوم رجع عند المرأة وعلمها بالعلم، قالت تدري هذا الذهب كله، روح بعه وكرم ضيفانك. قال لا والله ماني بجاي، بيفرجها الله بيفرجها الله بيفرجها الله. يا سلام. شوية إلا الجرس يدق. يوم فتح الباب ليه هو في ولد خوه جاي من ديرة بعيدة، أرحب يلا حيك إيش حالك طيب؟ جيتك يا عم مسلم مزاور وصلة للرحم، بناخذ عندك ثلاثة أيام الأربعة ومعي طلية، أما طلية نبغى نتعشاه ذلي، وأما الطلية الثاني فخلوه في الثلاجة خلال أجلستي معه. يا سلام. قال الله يحييك ومرحبا الناس، تفضل أقلط. شوف كيف يوم الله أكبر. قدم الخير لقاه. يا سلام يا سلام. قصة بسيطة سمح، هذه صارت بيني وبين الوالد الله يطول عمره. يا سلام. كان عمري تقريبا 6 سنوات إلى 7 سنوات، وصليت الجمعة أنا وياه، وكان معطيني 50 ريال. صلينا من الجمعة، ويوم طلعت لقيت لي مره ولدها برا قاعد عند الباب المسجد، وأشوف الناس يعطونها فلوس. قلت أنا جيت وحط 50 في يد البزر اللي معه. طلعت ركبت، الوالد كان قدامي في السيارة، طلعت ركبت معه وراح وقفني. قلت قال هو تبي البقالة؟ قلتي. يوم قال لي بنزل من السيارة قلت عطني فلوس. قال أنا ما عطيتك 50. قلت له. قال وين وديتها؟ قلت عطيتها المرة اللي عند الباب. قال لا تكذب قول الصدق، يعني ما توقعها مني. قلت والله اني عطيتها. قال تعال خلنا فتشك. يفتشني واروح. المهم قال سكر الباب ما في بقالة، ونروح نوقف عند باب البيت. قال روح ارقد. ما فينا. قال اقول لك روح ارقد العصر بنروح انا وياه. وارقد. يوم قمت ما ادري شلون حركت محده، لا انا 500 ريال لا حاطها لي. الله. كتبها هذه. قال شفت هذا ربي يوم عطيت المراهي الصغير 50، شوف ربي كيف رزقك ب 50 ريال. شجعني بطريقه ثانيه. ورسخت في بالي على طول منين ما اشوف لي احد، ولا سبحان الله الحث حتى على الصغار خلاص تنسخ في بالهم. يا سلام. انا مره كنت ماشي في الطريق وحصل لي رجال كبير مرة كبير ومعه عجوز، والساعة 2 الظهر. قلت هذولا مساكين يا أخي خليني أوقف لهم، وقفت وخدتهم معي. العجوز طلعت وراه، الشايب طلع قدام. مرة يعني كبار في السن، يعني يا الله يمشون. أنا يعني كنت أشفقت عليهم في الطريق وأنا ماشي. الوالدة متوفية رحمة الله عليها، فقلت خليني أعطيهم. فقلت هذه من الوالدة 50 ريال. وفي الطريق لما قربت بنزلهم خلاص، اللي هو يقول لها منين بنشتري التمباك؟ قالت له من عند فلان بناخذ التمباك.
يعني اعطيتهم الفلوس وهم اصلا بيشتروا تمباك يعني، لكنها كتبت صدقه. كتب انما الاعمال بالنيات. هو يسالها الشايب يقول لها من وين اشتري التمباك، يكلم العجوز. قالت من اشتري التمباك من عند فلان. قلت سبحان الله. لكنها كتبت صدقه، وهذا طبعا النية، انما العمل بالنيات. وتعرفون حديث الرجل اللي تصدق فاصبح اليوم الثاني يتكلم الناس ويقول تصدق على غني، قال الحمد لله، وتصدق اليوم الثاني قال تصدق على بغي، قال الحمد لله، وتصدق اليوم الثالث قال تصدق على بخيل، قال الحمد لله. فقالوا ليش قلت الحمد لله؟ قال اما البغي قد تكون محتاجه فتعف بهذا المال، واما الغني فقد يتأثر ويتصدق، وأما البخيل قد يتأثر يتصدق، والغني نفس الشيء أنه يتصدق. فهذه أمور طبيعية، أنت ما لك في موضوع فين تروح، إيه أنت لك في موضوع أنك تنفق فقط. يا سلام يا سلام. تفضل تفضل. يا سلام. لا لا، خاطرها بوجهها لكم ووجهها للمشاهدين خلف الشاشات. لا الحين لو اقول لكم الاستثمار، وش تفهموا من الاستثمار؟ انا فلوس تحطها في تجاره ترجع لك دبل، ولكن بينما في استثمار ينفعك في الدنيا هذه وينفعك في الاخره، الا وهو صدقه، ان الواحد يتصدق، ان الواحد يتبرع للجمعيات، مثلا جمعيه الروم وقف اللي تم في مكه المكرمه، يتبرع ب 300 ريال كفاله مدى الحياه، ترجع له في الدنيا هذه، وان شاء الله انها توفقه في الاخره ان شاء الله، وتخليه يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يا سلام يا سلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتني، إن الله لا ينمي صدقة أحدكم كما ينمي أحدكم فلوه. يعني اهتمام الإنسان بالفلو وتربيتها وإطعامها أفضل الطعام، الله جل جلاله ينمي هذه الصدقة حتى تكون مثل الفلو، والله يضاعف الحسنات والأجر سبحانه وتعالى. ما أدري، كان حبيبنا يختم لنا بصوت جميل، لأن وصلنا إلى ختام. على هاشم، الشباب ودهم شو بدكم به؟ نقاط بزعل مرة يبزعل يمشي بسعد. عطم من اللي طالع طب الرجال بصدى علي يزعل. والنبى جد لنا ملايا على عتن في صدره دوافير صناع، والعب المنكوس وحب رباعه ممن في الوقت والوقت خداع، لا بغيت اشج ولا انبسط دق قلبي من ورا حد بالاضلاع، راكب اللي صمم صاحب صناعه جم سبك من حديثات الانواع، كن حدتها على البرق لماعه، وانخذت يوم مفعولها ضاع، ناحر اللي ياخذ الطيب بذراعه، الصديق الصامل صاحب الواق، والنبى الابدان ملايا على كان في صدره دوامير صناع، العب المنكوس وحب رباعه ممن في الوقت والوقت خداع، والنبى ضحكة الوقت خداع، شفت مدخلي ولا شفت مثلاي، لا بغيت اشج ولا انبسط ساعه، دق قلبي من ورا حد بالاضلاع، فقد اللي سلعه واكبر بضاعه، سلعه تجرى ولا هيبه تنباع، والنبي اللي بدان ملايع اللاعه، فن في صدره دوامير صناع، العب المكاس وحب رباعه من في الوقت والوقت خداع، لا بغيت اشج ولا انبسط ساعه، دق قلبي من
من وراحت بالأفراح فقد اللي سرعة وأكبر الضاح سرعة تجرى ولا هيبة معي ارعب المكاس وحب رباعة من في الوقت والوقت خدا لا بغيت أسجل ولا بصوت ساعة دق قلبي من وراحت بالأضراعي راكب اللي صمم صاحب صناعة أقرب لا 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 يا لا يا لا والمبن جدلان من لا يعلى كالنبي صدره دوا غير صناعي ألعب المكاسي وحب رباع من بالوقت والوقت خداع ودريت أشد ولا انبسط ساعة دق قلبي مر وراحت بالأضلاع أشوف اللي صمم صاحب صناع يمسك كف من حديثات الأنواع للدان من لا يعلى تنبي صدره وحب عقاب العبث من كاس وحب رباع من منم بالوقت والوقت والنبن جدان من لا يعلى تنبي صدره وحب صناع العبث من كاس وحب رباع من منم بالوقت والوقت خداع عشو الله يهينك ابو شايع طول عمرك بيض الله وجيكم ونشكركم نشكر مشاركتكم معنا في هذه الحلقه الجميله طبعا نواف عقاب قاعد يشير نفسه ما حضر معنا ما ياخذ 100 نقطه اللي حضر معنا له 100 نقطه نواف اللي يعطيه بيض الله وجهك الله يسعدكم في امان الله وجهك ابو عبد العزيز يعطيكم العافيه والله يعطيك العافيه الله يسعدكم طول عمرك بالتوفيق ان شاء الله سلام عليكم هذه كنت لا والله يضبطكم الشيء وش يسوي ما في وقت